شغلته يعني مش كده بس يلا باشا عصام اركب عصام يلا باشا اوعى على الصباح صمتي اوعى باشا اوعى باشا اوعى عصام يلا انت باشا استنى ثانيه واحده افتح افتح اركب اركب جنبه اركب جنبه اركب من قدامي يا عصام افتح الباب يا باشا في جنازة الفنان احمد الحجار من مسجد السيدة نفيسة خلاص يا جماعه مولانا شيخ بس يبلو الباب ثواني بس ثواني ها مولانا تعالى كده صام بعد تعال تعال بعد كوب السيد عيش هنقف علي فين؟ محمد علي فين؟